بعد تحرير منطقة الباب وطرد داعش من المنطقة صار برود في الجبهات، فقمنا كلواء سلطان عثمان بتجهيز معسكرات خارج المدن والمدنيين، والآن اتجهنا باتجاه تنظيم مؤسساتي عسكري لسحب جميع مظاهر المسلحة بين أخوتنا المدنيين، ونكون فقط في المعسكرات أو على الجبهات. وأمرنا الشباب حتى عند اللي بنزلوا إجازة على بيوتهم بيسلم سلاحه في المعسكر وبنزل مدني